هذا ما كان يحب زايد، مبنية على أن الشيخ زايد له خلينا نقول بصمة على كل إماراتي خاصة. يمكن العمل اللي عمله والأعمال اللي قدمها في الأعمال الإنسانية تفوق أي عمل أي دولة أو أي شخصية ثانية تقارن فيها. نحن نتشرف في هاي الليلة أن نعلن أن تم اختيار سمو الشيخة هند بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رعاها الله حرم سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، شخصية وطني الإمارات الذهبية للعمل الإنساني 2013. طبعا أنا حاولت أني أقول في هذه الإنسانة سمو الشيخة هند مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لأن أنا من الناس اللي يمكن اشتغلت في جزء بسيط جدا من أعمالها الإنسانية وسنويا، وشفت هذا الشيء بعيني وجدامي وأشوفه كل سنة، لكن حاولت أني أقول جزء بسيط من هذه الأشياء في بعض الأبيات. أشكر كل القائمين على هذا البرنامج، سعادة برامج الهول الكلاسي وكل القائمين على هذا البرنامج الطيب، وهذا واجب على كل فنان إماراتي يحب بلده وحريص أنه يشارك بهذه المناسبات اللي الخيرية. كل الفنانين اللي كلمناهم رحبوا بالفكرة وشاركوا طبعا بدون، وقالوا لنا بدون ما تشاورونا احنا بنكون موجودين. وتقدم بالتهنئة والتبريك لأصحاب البصمات الإنسانية المكرمين، وهم جميعا يستحقون هذا التكريم، وهم النموذج الذي يحتذى، وننتمي أن ونتمنى أن تتعمق ثقافة الشكر في مجتمعنا الإماراتي مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله.